السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة كيرم أويل أو محاكي التنقيب عن النفط. شكرا للدعم الأسطوري المتواصل على السلسلة هذه، الله يسعدكم وبإذن الله مستمرين. قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون الصلاة على النبي وضيفني على السناب هنا ولايكك وحش واشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات، وأتمنى لك مشاهدة ممتعة. فنقول بسم الله وندخل على الجيم على طول. طبعا في ناس كتبوا لي دفور حاول تركز على المول من ناحية تطويره وأساسي يبحث لك بشكل أسرع. شوفوا هي تطويراته ما هي غالية، ولكن قبل لا نروح لتطويراته أنا معي 60,000، أنا أعلى واحد فيهم، فلازم نروح على الستوك أوكشن ونحاول نشتري النسبة. طبعا النسبة هذه إيش للي مو فاهم؟ الأرض اللي الآن إحنا قاعدين ننقب فيها في نهاية السلسلة اللي هو الجزء الأول، المنطقة كاملة لازم الأرض هذه شخص يمتلكها. حلوين حلوين، فلازم انت تدخل مزادات عليها وتاخذ النسبة لين ما تصير انت اعلى نسبة وتمتلك الارض. فنقول بسم الله 2% 2%، احنا 3% اخذناها بقرابة كم 15,000. 2% اتوقع اني ابا اخذها، نقول 12,000 كويسة ممكن تكون اذا ما حد اخذها قدامي، لكن ابا احاول قد ما اقدر انه انا اخذها. فخلينا نقول بوم. مين اخذها؟ اخذتها والله، اخذتها بلانشي، اخذتها بتقريبا 12,000 راحت علينا، لكن مو مشكلة، يعوضنا الله يعوضنا الله. المشكلة هي اخذتها وانا ضغطت فعلى طول طلعني برا، لكن مو مشكلة. خلينا من اللاند اوكشن اجل نرجع لتطويرات المول والاشياء هذه، نشتريها، ناخذ هذا وناخذ هذا السبيد. سكينر ما نحتاجه كثير، قاعد يقول دافور ترى انت قاعد تخسر على السكينر مبالغ كثيره جدا، ولكن ايش نسوي يا شباب؟ هنا الخيول ما نقدر نسوي فيها شيء، حرفيا مطورينها. هنا عندنا في تايمر ب 30,000، والله غالي 30,000، لا خليه شوي التايمر، نخليه شوي. خلينا نشوف هذول ايش عندهم الان من عروض لنا. ديسكاونت 100% ب 600، ما ادري على ايش بس خلنا ناخذه 100% تستهبل. يقول لي واحد ما ينزل عن دولار بس، وهذا عن 71 يا عيال، والله الدولار كثيره بس ب 5,000 يا عمي، روح والله لجرب تستهبل، دولار مره كبير المبلغ. خلينا نروح على لاند اوكشن ونشوف احنا ارض اللي اخترناها وين. اخر ارض اخترنا هنا، ولا 46 كانت جدا ممتازه. هنا 41 وهنا 31 هنا 40. ابروح مع الارض هذه اللي في الزاويه مره، خليهم هم يتضاربوا، انا بروح مع الزاويه، لا حد يضاربني، تكفون. اوكي ما حد ضاربني، ممتاز. اوكي قاعدين يتضاربون على الارض اللي فوق، مو مشكله. باقي معنا 32,000 نخليها للش اسمه للفتره الجايه. اوكي بسم الله دخلنا. طبعا عندنا على اليمين راح يكون بدولار، تركيزنا كله بيكون على اليمين، تركيزنا بيكون بيع. التخزين ممكن يكون قليل جدا ولكن التركيز بيكون على البيع. اوكي هذا لقى، نقول بسم الله وننزل بالشكل هذا. وين لقى هذا يا لو يا ولد؟ وين حقك انت؟ اوكي كان قدامي شوي. عطني الخيول يا كابتن، بيعوا يمين الكل يا شباب. نزل لي هنا عنده واحد. اوكي ما في فلوس، تمام التمام، خليهم يبيعوا لي يمين. اتوقع حيمدينا الان ممكن بالشكل هذا. اوكي ان شاء الله انه يكون قريب. اوكي والله ما هو قريب، نسرع شوي بس نبي فلوس. اوكي اوكي اوكي، والله السعر بالدولار بيفيدنا بشكل كبير، ولكني خسرت عليه مبلغ كبير. يا عمي هذا وين لقى؟ اوكي الحمد لله ان وصلنا له. في عندنا واحد هنا اقصى اليسار، خليه شوي
اوكي خلي الشباب يبيعون. اوكي الان نقدر ننزل له اليسار، سعره جدا ممتاز، بيعوا يسار. اوكي ان شاء الله انه يكون هنا. اوكي وين هذا يا كابتن؟ الو ولد، وصلنا القاع يا كابتن. لا لا يا عمي قاعد اخسر فلوس انا. شوف وين. تمام مو مشكله نشبك فيه. سرع لي شوي. اوكي السعر يمين بدا ينزل، يسار بدا ينزل، ارجعوا يمين يا شباب، يمين جدا ممتاز. طيب خلينا ننزل اللي يبحثون عن شو اسمه، عن الاشياء اللي هو عن النفط. في واحد قال لي دفور حاول انك شو اسمه، الله يذكرني الشهادة، حاول انك ترفع الكام فوق عند الشهر او التاريخ. طيب ابشر نجرب المرة هذه نرفع ونشوف، عشان يمديكم تشوفون الارض بالكامل، فبحاول اصغرها قد ما اقدر واحطها فوق. اوكي المول قاعد يبحث وش اسمه ذولا قاعدين يبحثون ما لقوا شيء، قاعدين نبيع يمين والامور طيبة. احنا باي شهر؟ لسه بدري. عطني خيول زيادة يا كابتن لاني قاعد اشوف في بوادر ممكن يجيبون العيد. اوكي هذا لقى هنا، اوكي ممتاز هذا هو، خلينا نوصل له بالشكل هذا. واحد بس اللي لقى. المول ما قاعد ينزل لي اعماق كبيرة، فالشي هذا مزعلني شوي. خلينا نطور هذا. اوكي ونطور هذا، ليش لا، لان هذا كبير. اوكي هنا ما في شيء. برضو قاعد اخسر على شو اسمه، على السكينر، لكن ايش نسوي. والله هذا قاعد يبحث ولا لقى اي شيء حرفيا. المول ما لقوا شيء، فنزلت تنزيلتهم خساره على الفاضي. اوكي هنا ما في شيء، هنا كمان ما في شيء. باقي هذه المنطقه خلينا نكشفها ونشوف هل في شيء. ما في شيء. بيعوا يسار يا شباب، السعر يسار افضل. بيعوا يسار، السعر يسار مره افضل. خلاص توقع كذا بنجمع او بنبيع افضل، نسرع الوقت شوي. اوكي السعر يسار جدا ممتاز. احنا في اي شهر؟ اوه لسه لسه لسه، يمدي 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 نشفط كل شيء. اوكي ارجع يمين يا شباب، السعر يمين ممتاز، ارجع يمين. ان شاء الله نطلع مبلغ طيب ان شاء الله مع البونصات والاشياء هذه. طبعا حطوا في الحسبان ترى احنا خسرانين 5000 على السعر على اليمين، فمبلغ 20000 الى الان ممكن ترى ينقص، يعني احتمال كبير ينقص. فا اوكي احنا في سبتمبر. بيعوا يسار يا شباب، يسار السعر ممتاز. بيعوا يسار. اوكي اكتوبر هل شفطنا كل شيء؟ حرفيا شفطنا كل شيء، خلي بس يبيعون. اوكي ستوب ليفل، انهينا في وقت قياسي جدا. الحمد لله ما في اي دايموند، جبنا 26000، اخذنا البونصات بالكامل، كنا مروقين وهادين والحمد لله جبنا افضل نتيجه. خسارتنا 10000 بالاضافه الى 5000، يعني مكسبنا تقريبا 22000. اشوفها جدا ممتازه، يعني بالنسبه لي جدا ممتازه. فلوسنا رجعت تقريبا لل 60000. الكل طفرانين على طول على الاوكشن ونشوف النسبة اللي بعدها كم. 4% 4% هذه لازم اخذها، ضروري جدا اخذها. بحاول قد ما اقدر اخذها على 20 عشان تصير نسبتنا 8%، قد ما اقدر باخذها ب 20000. اتوقع ان 20000 حقها. فا اوكي 28 25 ايش
اشتريت امها ب 21000 قبل لا يلقطها واحد ثاني، لان ما ابغى اعديهم. اوكي ممتاز جدا، اخذنا نسبه جدا طيبه، صارت نسبتنا 8%، يعني احنا الان اكبر مالك للاراضي، يعني اكبر مالك من الاسهم حق الارض اللي احنا قاعدين ننقب فيها. خلينا نشوف التطويرات هنا، ما في شيء. خلينا نشوف ودي صراحة نشوف هذه نطورها ب20000، مبلغ كبير ولكن يستاهل حق السبيد على اساس بسرعة يلقى لنا الاشياء. هذا ايش عنده ب300 ولا شيء يشتريه، 50% ب500، 83 مرة حلوة. اوكي اشتريناها، الان نتوجه على الاوكشن ونشوف ارضنا اللي اخترناها. ارضنا كانت 26، اها 26، يعني ارض والله سيئه. باقي ثلاث اراضي بيتضاربون عليها. ممكن تكون هذه افضل ارض هنا. اوكي ان شاء الله ما حد، اوكي ضربت عليها. قاعدين يتضاربون على الارض هذه. كم وصل سعرها؟ وصل سعرها 4000، لو اخذتها بتكون ب5000، بيكون سعرها جدا غالي. طيب خلينا نروح هنا، ان شاء الله ما حد يجينا، ان شاء الله ما حد يجينا. اوكي ما حد جانا الحمد لله. ان شاء الله الارض تكون كويسه. طفرانين، باقي معنا 13000، ولكن باذن الله انه يكون امورنا جدا طيبه. اوكي عندنا السعر يسار يكون ثابت على شو اسمه، على 83 ان شاء الله اني اتذكر وانقل الكام يمين ان شاء الله. طبعا قاعد اتكلم هنا عشان لو ما اتذكرت اسمع وانا منتج. اوكي هذول اللي لقوا هنا يا ساتر كلهم جنب بعض. طيب خلينا اول نروح لهذا. اوكي هنا ما في، وين هذا ولد؟ اوكي وصلنا له. عطني الخيول بالشكل هذا. اوكي عطني خيل الزيادة والكل بيع يسار. طيب نروح لهذا بالشكل هذا. اوه تكفى اشبك فيه؟ لا ما شبك. نبي شوي بس، هل نقدر بالشكل هذا؟ ان شاء الله نقدر. يب قدرنا، ممتاز. الكل بيع يسار، الامور طيبة. هل هذا نقدر نجي له بالشكل هذا؟ يا رب نوصل عليه. اح صكينا في ايش احنا؟ هذا وين؟ اوكي تحت، ممتاز تمام. نزل لي اللي يبحثون الزياده، لا ما ابغى قرض، نزل لي اللي يبحثون الزياده. المول نزل لي بالشكل هذا. المشكله ان عمقهم يعني بسيط جدا يا اخي، هذا اللي يقهر. خلينا نبحث. اوكي بيعوا يمين يا شباب، يمين السعر ممتاز افضل. خلينا نشوف هذا كيف حجمه. يعني مو مره. اوكي هذا لقى هنا والله ذا كبير يا عيال. اوكي نزل لي بالشكل هذا تمام. يمين لازال ممتاز، يمين لازال ممتاز. اوكي ارجع يسار يا شباب. تمام التمام، قاعدين نبيع بشكل ممتاز جدا. شكلنا نحتاج تخزين، الظاهر انه احنا نحتاج تخزين يا شباب. خلينا نجهز بس السايلوات بالشكل هذا. هل واحد يقدر يجينا؟ يقدر، ممتاز. خزنوا يا شباب، خزنوا النفط، اذا ارتفع سعره باذن الله بنبيع. اوكي بيعوا لي شوي يسار، نبي بس فلوس. اوكي خلاص، اتوقع انه نحتاج نطور بعض البايبات بالشكل هذا. اوكي يا رب القى دايموند او شيء، ان شاء الله يعني نلقى دايموند او شيء. اوكي بيعوا يسار، السعر ممتاز جدا يسار. الظاهر انه بعد شوي ممكن يكون في تسريب. اوكي قاعدين نبيع يسار، وقفوا بيع تخزين يا شباب. هل هنا في شيء؟ ادري انه انا قاعد اخسر يا شباب، لكن للاسف المول ما يوصل. اوكي ما عاد في نفط، فما عاد في ابار نفط،
فلازم نخزنه بالكامل. الأشياء اللي موجودة لازم تتخزن ونبيعها مضبوط. أوكي هذول قربوا ينشفطوا. إحنا في كم؟ سبتمبر، باقي 3 شهور بس. لا لا لا، طور لي يا كابتن أقوى شيء. خلينا نسحب بالكامل والكل بيعوا يسار يا شباب. أوكي دقيقة جيب خيول، بيعوا يسار 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 يسار. الكل 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 بيعوا يسار يا شباب. طور الخيول أكبر. أوكي ممتاز جدا. يمين السعر كان أفضل. خلصنا صح؟ ستوب ليفل. أوكي ستوب ليفل، ما في أي دايموند ولا في أي شيء. طلعنا ب 23,000، أشوفها جدا ممتازة مع أنه ضيعنا مبالغ كبيرة على الاسكنر، ولكن مو مشكلة يا شباب. هذه الأرض الثانية طلعنا منها مبلغ جدا ممتاز. إحنا لازلنا أعلى ناس، فعلى طول كالمعتاد نتوجه إلى دقيقة. وفي أراضي جديدة يا شباب. أنا أبغى الأوكشن. بروح عند الثيران أنا. بروح عند الثيران ليش ما أدري. أوكي أتوقع أنه الآن في تطويرات جديدة. أتوقع. أوكي ستوك أوكشن، خلينا نشوف كم النسبة. 3% ممتاز. 3% ستارت، إن شاء الله نأخذها إحنا. 3% المفروض تكون على 15 المفروض، لكن تحسبا بأخذها على 17 إذا قدرت. إذا قدرت، لأن أنا صار الآن أعلى نسبة عندي 8%، فأعتبر أنا أعلى نسبة خدتها على 15. القموا أنت وياه، نفس ما أخذنا النسبة الأولى على 15. أتوقع أنه الآن أنا المسيطر، عندي 11% 11% يا شباب، أنا أكبر مالك الآن. خلينا نشوف التطويرات إيش فيه ممكن. أوكي فتح لنا شيء اسمه غاز، في شيء اسمه غاز يا شباب. هنا ما في أي تطويرات. هنا في صمامات. أوكي هذه حقة الغاز. الغاز يا عيال فكرته يرفع الأسعار، ولكن أتوقع أنه ما هو وقت الآن. دقيقة نسيت قبل لا نروح، خلينا نشيك على الحبايب اللي هنا. 81 ب 1500، جدا ممتازة الصفقة ذي، جدا ممتازة. أوكي الديسكاونتات ناخذها. ليش لا. اوكي عطني هذه اللي 81. اوكي ونتوكل على الله ونروح. باقي معنا 13,000 ونقول بسم الله ونتوكل على الله. وعطني شو اسمه الحبايب هذولا، عطني 3 بالشكل هذا وعطني رق، وخلينا نشوف ايش ممكن نطلع بالارض هذه. السعر يسار جدا ممتاز حاليا، ولكن خليهم يلقوا، خلينا نسرع شوي. اوكي هذول لقوا هنا، نقدر نسوي كذا. يا ولد وين هذا؟ الو. اوكي الحمد لله على السلامة. عطني واجن. خلاص خلاص خلاص، ايش فيني تحمست انا شوي. طيب بنشوف هنا وين هذا. اوكي هذا هو، خليهم يبيعوا بس عشان نقدر نوصل. بيعوا يا شباب سريع. تمام قدرنا نوصل. هذا وين لقى؟ اوكي في بئرين، في بير لنفط وفي بير لش اسمه. اوكي بيعوا يمين يا شباب، السعر يمين ممتاز. بيعوا لنا يمين يا شباب. اوكي خلينا نجيب رق هنا ونحطه هنا. اوكي ممتاز، قاعدين نبيع على يمين. نرجع يسار يا شباب. اتوقع انه ممكن نخزن، ممكن يكون فيها تخزين يا شباب. اوه طيب خلينا نجيله من هنا. اوكي اوه في بير في الطريق يا شباب، ندور له كذا، ندور له يا شباب. طيب اتوقع الارض حقنا جدا ممتازه. اوكي فيها ابار غاز جدا كثيرة وآبار نفط جدا كثيرة. أتوقع أني هحتاج أخزن، هحتاج أخزن يا شباب. أوكي بيع يسار يا شباب شوي.
اوكي 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 بيعه يسار. اوكي طور لي. اوكي لحقنا عليه ولا لا؟ خزنوا لي يا شباب شوي. ودي اسوي بالشكل هذا، نطور. اوكي تمام. ودي اجيب. اوكي هل في باقي ابار شيء؟ ترى ممكن يكون في ابار متخبي يا شباب. ممكن يكون في ابار متخبي. هذا ايش؟ اي والله النبير. تعال يا ابويا تعال، راح نحاول نشفط الارض بالكامل. اوكي حتى هنا يا شباب ايش السالفه؟ والله ارض جدا ممتازه، والله ارض جدا ممتازه. وقفوا بيع يا شباب، او بيعوا يمين يا شباب، بيعوا يمين يمين، السعر جدا ممتاز. اوكي خزنوا. طور لي هذا وطور لي هذا. الكل تخزين يا شباب. والله يا اخي البير هذا يا اخي احسه ما يسوى، لكن والله ابحاول اخذه، ما راح اخليه. ابحاول اشفط الارض بالكامل عشان ناخذ البونصات. الكل تخزين. واصلين سبتمبر والوضع مخيف جدا، الوضع جدا مخيف يا شباب. اوكي طور لي هذه. بيعوا يمين يا شباب، بيعوا يمين، السعر يمين جدا ممتاز. بيعوا لي يمين بالكامل. اوكي واصلين نوفمبر. وقف. ارجع يسار يا شباب، ارجع يسار. بيع لي بالكامل يسار يا كابتن. اتوقع انه ما راح نلحق نلهي قبل شو اسمه ستوب ليفل. في دايموند في شيء؟ ما في اي دايموند. جبنا اثنين. اوه عندنا تسريب غرمونا 289، بس مبلغ بسيط جدا. عندنا 32,000. مرة دايم والله، والله مرة دايم. 32,000 مربح، صار معنا 47,000 والنسبة 11%. شيء جدا اسطوري يا شباب. توقع اني توفقت في الارض الحمد لله. انا الاعلى في المبالغ. خلينا نشوف التطويرات ايش فيه. اوكي هذه شفناها. فاتوقع بس يا شباب هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى انها نالت اعجابكم، وباذن الله مستمرين. اليوم دخلنا على الاراضي الجديدة. باذن الله في عندنا اشياء جدا حلوة بنشرحها. سالفة الغاز، لازم نشتري تطويرات الغاز والاشياء هذه، ولازم نبحث عن ابار الغاز لان لها طريقة لرفع الاسعار جدا خرافية. فهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. نشوفكم على خير في امان.